ساكن وعديكم اليومين قصة ولا فضينا من ضغوطة هالعالم تعزمنا من حب الناس حب الله. نبدأ الحين قصتنا. في رجال كان يحب يسافر الحالة وكان يحب يطلع للبر الحالة أسبوع 5 أيام 10 أيام يطلع للبران الحالة. فصحوا هله يا لا بشر لا تطلع لحالك، خذ معك ناس خذ معك. قال له أنا مرتاح إلا مع نفسي. فيوم من الأيام قدم على إجازة 5 أيام، قرر إنه يطلع روت التنهاد. فأول يومين قعدهم، اليوم الثالث قال له ما أروح أنا لأخوي بحفر الباطن. فقال خلاص صار بينه وبين نفسه، قلت خلنا نروح لأخوي بحفر الباطن أتغدى عنده، بس ماني رايح مع طريق زبلته، بطلع قطوع بر لا ما أوصل الحفر. مشى مع البران، قال أغاديني ألقى لي بدوة أتغدى عند هذا وتقهوى عند هذا وتونس عبال ما أوصل حفر الباطن. فقال بمشي قطوع بر للحفر منها تونس والقى البدوان عندي تقهوى كل يوم مع كل ساعة مع بدوي لا ما أوصل الحفر. فوصل القيسوم المغرب، فأخذ عزبة من بقالة قال ماني راح لأخويا وأنا على عيون النيوم. فقال خلنا ندخل وراء الديرة 5 كيلو، وراح وخلف القيسومة 5 كيلو، قال خلنا نكسر على عيني وأنا الدنيا شتاء. قال دفيت بالسيارة ما قعدت، لكن خلينا نام برا هذي يقرص البرد ولا يغطي النوم. فنام برا شعل الضوء وشغل ناره وقاعد ونايم. يقول وعيت على صوت نفس عند راسي، صوت نفس. يقول قعدت ولا الدنيا الليل والدنيا زي الكحل ظلمة، واسمع النفس هذا علي. يقول شلت الكشاف وطالع جنبي ولا هاك الرجال متلثم ما طالع الا شواربه من الشمال. يقول كشفت الكشاف وجهه اتكلم معه ما يرد علي. فقال انت انس ولا جن؟ ما يرد. يقول اكلمه ولا يرد علي، بس يقرب لي شوي شوي، كل ما قلت كلمه قرب لي رجال. انت انس ولا جن يا بشر؟ انت وش من ايش تبي مني؟ ما يرد علي. يقول انا مشغل الكشاف بيده وعلى وجهه الشكل، يضرب الكشاف، ضرب الكشاف هو يطب على طول بحلقي ويخنقني. يقول الله معطيه هالرجال، يقول ايش تلقاومه؟ يقول الله معطيه من القوه. يقول جلال طويل وجرم، يقول قوي. فيقول مات وحيا على رقبتي، وانا مت وحيات على وجهه، قمت ابقس وجهه بيفكني. الله جابه انه هو طع الكشاف ففكني. يوم انا فكني اخذت نفس شوي، قمت ثاني مره على حلقي تمكن مني. الرجال عجزت اقاوم من كبر حجمه. فحسيت انا الدم طلع مني، لكن ما حسيت الا بايش؟ بسخون تدم على جسمي، تعرف الدنيا شتاء. فالدم يطلع مني احس بحرارته على جسمي. يقول انا ابى اتحرك ابى اتنفس، الحين عجزت اتنفس. احسيت ان الدم سكر حلقي من كثر ما الدم طلع مني. يقول الكلمه الوحيده طلعت منه، سحب مسدس حطه على راسي، قال يلا عطني مفتاح السياره. انا سيارتي شاص جديده ومجهزه، فحط مسدس على راسي قال عطني مفتاح السياره. انا بتكلم ماني قادر اتكلم من الدم اللي واقف بحلقي. الله مكنني منه، دفيته كذا وضربته بالمنطقه الحساسه، طاح. قمت حبي حبي لما ركبت سيارتي شغلتها مشيت، مالي خلق ادعس بنزين، بس اني عشقته وقلت تدرج الدرج تمشي على مهلها اشوف ضوان القيصومه اللي هي المدينه شمال اسيا. السياره تمشي، هو راح شغل، شوف سيارته شغلت ورايا، حطيت ايدي خلف راسي، حطيت ايدي خلف راسي قلت الحين اضربني بمسدس. الرجال يوم شافني قربت للخط شوفه بالمرايه دور وخلاني. انا السياره الحالة تمتد الاربع الحالة وجت بين طريق السيدين وطفت، انا ما اقدر اتحرك. فتحركت يمين يسار ادور جوالي ادور جوالي، لقيت جوالي دقيت اقرب ما عندي، دقيت على اخويا السلام عليك السلام، تقول تكفى يا اخويا تلحقني ولا ما تلحقني؟ انا عند محطه عند صومه، وبصراحه جاني موات انت الحق علي. فأخوه حرك من البيت قبل لا يحرك، بلغ الدوريات وبلغ المباحث، فوصلوه المباحث قبل اخوه. يقول وعيت على الشرطه يوم جو فتحوا اي الباب، وعقبها ما وعيت الا بالمستشفى.
وعيت بالمستشفى لأخوي عندي. يا أخوي صار عايش لقيت فيني؟ قال لقيناها أول ما طلعناك. وش لقيت يا أخوي فيني؟ قال والله لقينا الرجال يوم أنه خنك ربط سيم حديد على رقبتك، فأثري ما في دم، أثري خانقني بسيم ولاوي على رقبتي من ورا. فكوا السيم، الباحث أخذوا مني المعلومات، الرجال وصفه، الرجال ما له وصف متلطم. فالله فكني وسلمني والحمد لله، وتوبوا من عقبك اليوم أبوك أطلع البر الحالي. فاتعظوا لا أحد يسافر الحال، هذا كلام الرسول عليه السلام، لا تسافر لحالك ولا تبيت البيت لحالك. فهذا ميزة يا شباب، يقولك الأول معه الشيطان والثاني معه الشيطان والثالث معه الرحمن. فالخوي زين سواء بسفر أو كشتة أو ببر. إن شاء الله قصتنا حازت أرضاكم واستحسانكم.